نعم إبراهيم، صباح الخير عليك وصباح الخير على السادة المشاهدين من هنا من جامعة أم القرى. كما ذكرت إبراهيم حول هذا المشروع، جامعة أم القرى تهتم اهتمام كبير بالبحث العلمي في السنوات الماضية، وهذا سبب في تقدمها في التصنيف العالمي، مما جاء في العام الماضي وما قبل الماضي تقدم جامعة أم القرى في التصنيف العالمي للجامعات، وذلك اهتمامها في البحث العلمي. تفاصيل أكثر عن هذا المشروع ينضم معي الآن عميد كلية الشريعة وممثل المشروع لدى الوزارة دكتور رايد العصيمي. دكتور رايد، في البداية يسعد صباحك. جامعة أم القرى أطلقت هذا المشروع ممثلة في وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي، يلي تعطينا نبذة عن هذا المشروع. حياكم الله وأسعد الله صباحكم، وحياكم الله في أم القرى وجامعة أم القرى. من ضمن أولويات المملكة العربية السعودية واهتمام خادم الحرمين الشريفين دعم اللغة العربية ودعم المحتوى العربي على المستوى المحلي والعالمي. لابد أن نعلم أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والذي افتتح عام 1405 من أفضل وأجل الأعمال في خدمة اللغة العربية. لابد أن نعلم أن في المملكة العربية السعودية مركزا دوليا لخدمة اللغة العربية، وهو مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الذي أنشئ عام 1429. ولابد أن نعلم أن في المملكة العربية السعودية مجمعا عالميا للغة العربية، وهو مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والذي أنشئ عام 1442، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والتي تدعم ما يتعلق بالتعلم المعرفي، ما يتعلق برؤية المملكة 2030، وما يتعلق بجهود الوزارة في دعم التعلم المعرفي في شتى الميادين المعرفية والبحثية. ساهمت الوزارة في إنشاء هذا المشروع لتعزيز ما يتعلق باللغة العربية. المشروع انطلق من سؤال: أين الجامعات السعودية وأين الباحثون السعوديون من المؤشرات العالمية؟ انطلق هذا المشروع بإشراف من وكالة الوزارة للبحث والابتكار، وانطلق في بداية هذا العام، وسينتهي في المرحلة الأولى في نهاية شهر 7، لأن هذه المرحلة الأولى هي مرحلة التحليل والجمع من خلال الجامعات السعودية. جميل. طيب دكتور، نتحدث عن الهدف من إقامة مثل هذا المشروع، وهل تأخرت جامعة أم القرى في إطلاق هذا المشروع؟ هذا المشروع ليس هو مشروع جامعة أم القرى، هو مشروع الجامعات السعودية بأكملها. تشرف على هذا المشروع وكالة الوزارة للبحث والابتكار، وجامعة أم القرى ابتدأت بخطوات جادة في تنفيذ معايير ومؤشرات هذا المشروع. هذا المشروع انطلق في جامعة أم القرى باجتماع ممثلي الجامعات مع الوزارة في 22/2. قدمت جامعة أم القرى تقريرها الأول في خطة مشروع العمل في هذا المشروع في 24/25/3، وحصلت في تقويم الوزارة على نتيجة 100%. أمس قدمت الجامعة التقرير الثاني المتعلق بهذا المشروع. طيب نتحدث عن المحاور التي يقوم عليها هذا المشروع. البحث العلمي لا يمكن أن ينفك عن المعايير والإجراءات والخطط، لا يمكن أن ينفك عن أوعية النشر ومعايير النشر وخطوات التحكيم، لا يمكن أن ينفك عن ما يتعلق بالباحث. كانت رؤية الوزارة مثلا في وكالة الوزارة للبحث والابتكار رؤية شاملة دقيقة، نظرت إلى 3 محاور في هذا المشروع. المحور الأول يتعلق بسياسات كفاءة البحث العلمي، اللوائح، إجراءات، معايير، اتفاقيات. هذه المراجعة لهذه السياسات تهدف إلى التطوير، المراجعة، التفعيل، معرفة مدى ملائمة هذه السياسات لكافة شريحة المجتمع البحثي. المحور الثاني يتعلق بكفاءة البحث العلمي، وهو يشمل الأبحاث العلمية للترقيات، يشمل رسائل الماجستير والدكتوراه، الأبحاث الممولة. يهدف إلى مراجعة ما يتعلق ما هي العوائق
التي تعترض كفاءة البحث العلمي، مدى كفاءة منهجيات التحكيم، مدى كفاءة معايير النشر في المجلات العالمية، مدى ملائمة الدعم البشري والعلمي والتطبيقي المساند لما يتعلق بكفاءة البحث العلمي. المحور الثالث ما يتعلق بتميز الباحث في الجامعات السعودية، ما هي العوائق التي تعترضه، التحديات، مدى ملائمة برامج التدريب، مدى ملائمة برامج التحفيز. فهذه ثلاثة محاور قام عليها المشروع في الجامعات السعودية. طيب دكتور رائد، لو نتحدث عن الآليات تنفيذ هذا المشروع، ما هي هذه الآليات؟ من الطبيعي أن جامعة أم القرى تولي هذا المشروع عناية شديدة. أول كلية للوطن هي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، التي أنشئت في عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1369، وكانت مشتملة على عدد من الأقسام في مجالات الشرعية والاجتماعية والإنسانية. جامعة أم القرى لا بد أن تولي هذا، فأول رسالة دكتوراه في المملكة العربية السعودية كانت في جامعة أم القرى عام 1398. أيضا ما يتعلق بالتميز في جامعة أم القرى في الكليات والأقسام في المجالات الاجتماعية والشرعية والإنسانية على المستوى المحلي والعربي والإسلامي، مباشرة هذا المشروع حظي برعاية كريمة من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معدي آل مذهب، حظي بإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور فهد الزهراني وكيل الجامعة الدراسات العليا والبحث العلمي، حظي بمشاركة جادة من الكليات ذات العلاقة، حظي بمساندة فاعلة من عمادة البحث العلمي وإدارة الاتصال المؤسسي. شكلت ثلاث لجان للإشراف على هذا المشروع، لجنة عليا بقيادة وكيل الجامعة الدراسة العليا والبحث العلمي، ولجنة تنفيذية تباشر هذا المشروع في الجامعة وتوعية المجتمع الجامعي به، وأيضا لجنة إعلامية تقوم بالتغطية والتوعية لهذا المشروع. الحمد لله قدم التقرير الأول كما ذكرت لك سابقا، وحصل الجامعة على درجة 100 من 100. التقرير الثاني قدم يوم أمس، وقد احتوى على اجتماعات متعددة مع توصيات للجان، أكثر من 20 اجتماع عقد خلال الشهر الماضي بتوصياته، عقد ملتقى عام للباحثين، عقدت ورشة عمل، عقدت حلقة نقاش ناقشت ما يتعلق بلوائح البحث العلمي، منهجيات طرق التدريس، اختيار المواضيع، طريقة التحكيم. كذلك فعل ما يتعلق بالاستفادة من الجمهور البحثي في جامعة أم القرى، نشرت استبانتان تتعلق بنسبة رضا الباحثين عن التدريب، ما يتعلق بالعوائق التي يمكن أن تعترض الباحث أو البحث العلمي، مع تغطية كاملة لهذا المشروع من اللجنة الإعلامية والتوعية به. المؤمل أن يكون لجامعة أم القرى في هذا المشروع إضافة نوعية متميزة. جميل. طيب دكتور رائد، لو تحقق هذا بإذن الله، أنه سيتحقق هذا المشروع، أو إذا تحقق هذا المشروع، ما الذي سيتحقق لجامعة أم القرى وللباحثين في جامعة أم القرى؟ الذي سيتحقق للجامعات السعودية بأسرها وليست لجامعة أم القرى، أن هذا المخزون العظيم الموجود في الجامعات السعودية وهو المنشور باللغة العربية سيصل إلى المؤشرات العالمية، سيكون أكثر انتشارا وأكثر نفعا وسيكون أكثر تميزا. جميل. طيب دكتور، المشروع هذا قائم على العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، هل سنشاهد باقي العلوم تحذو حذو هذا المشروع؟ أتوقع أن الوزارة، من خطط الوزارة أن تكون هذه المشاريع شاملة لجميع التخصصات، لكنها نظرت إلى هذه التخصصات التي هي موطن قوة في الجامعات السعودية. طيب دكتور رائد، نتحدث عن البحث العلمي، يعني احنا شاهدنا في العام الماضي وما قبل الماضي تقدم جامعة أم القرى ودخولها لأفضل 500 جامعة في العالم حسب التصنيف العالمي، اهتمام جامعة أم القرى بالبحث العلمي، والآن هذا المشروع، جامعة أم القرى إلى أين ستصل؟ ستصل إلى أفضل الأماكن، الرعاية الكريمة من سعادة رئيس الجامعة، المتابعة المشرقة والمتميزة من سعادة وكيل الجامعة الدراسات العليا والبحث العلمي، الأداء الفعال والمتميز من عمادات البحث العلمي، إضافة إلى التعاون من باقي الجهات ذات العلاقة في جامعة أم القرى.
متوقع تميز على النطاق الأكاديمي فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس، التميز فيما يتعلق بأبحاث الطلاب والطالبات في الدراسات العليا، أيضا سنلحظ تميزا في الأبحاث الممولة والمشاريع التي ستتبناها جامعة أم القرى. طيب، المشروع قائم على البحث العلمي، والبحث العلمي يقوم عليه الطلاب، طلاب الدراسات العليا أو أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى. ما المأمول من طلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى وأيضا أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى لتنفيذ هذا المشروع؟ من الأشياء الجميلة في هذا المشروع أن هذا المشروع يشتمل على عدة جوانب، منها الجانب التعريفي بما يمكن أن يفيد الباحث سواء كان عضو هيئة التدريس أو طالب دراسات عليا أو باحث حر، فهذا التعريف سيزيد من معرفة. أيضا فيما يتعلق بالمشروع أنه سيضيف للباحثين مهارات تتعلق بالنشر العلمي، كيف يمكن أن تصل إلى المؤشرات العالمية والمجلات المصنفة عالميا، ما هي الأدوات التي يمكن أن تستخدمها لتصل لذلك. فجمال المشروع أنه محيط بالباحث سواء كان في مهاراته، سواء كان في تدريبه، سواء كان في تعليمه، سواء كان في تذليل الطرق التي أو العوائق التي يمكن أن تعترضه. جميل. طيب دكتور رايد، نبقى في البحث العلمي في جامعة أم القرى، نتحدث عن طلاب الدراسات العليا، يعني هل هنالك مجالات مفروضة أو من المفروض أن يدخلها طلاب الدراسات العليا، خصوصا نحن في جامعة أم القرى، وتعرف كلية الشريعة هي من أقدم الكليات في هذا المجال في جامعة أم القرى، هل هناك تخصصات معينة تهتم بها جامعة أم القرى لتنمية البحث العلمي؟ ميزة البحث العلمي أنه بناء تراكمي، ولذلك الجامعة تحرص في مفرداتها دراسية أن يكون البحث العلمي حاضرا مع الطلاب والطالبات من مراحل دراستهم الأولية، ولذلك لا تكاد تجد خطة في مرحلة البكالوريوس إلا وقد ضمنت ما يتعلق بالبحث العلمي. ثم لما يترقى الطالب والطالبة إلى مراحل الدراسات العليا يدرس بعمق ما يتعلق بالبحث العلمي ويدرس بعمق ما يتعلق بتخصصه، ولذلك كلما كان الطالب أو الطالبة أكثر إدراكا من أول حياته العلمية سيكون أكثر إنتاجا وتميزا في درجاته العليا لما يحضر في مرحلة الماجستير أو الدكتورة. طيب، رسالتكم دكتور رايد لكل من يعمل على البحث العلمي في من طلاب الدراسات العليا؟ البحث العلمي هو قدرة وموهبة تحتاج إلى استمرار ورعاية ومتابعة وأيضا استفادة من خبرات من سبق. الآن الخبرات متاحة في جامعة أم القرى من خلال الكليات، من خلال عمادة البحث العلمي، من خلال وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جميع المجالات التدريبية، المعرفية، المهارية. الطالب كل شيء الآن بين يديه، عليه أن يقدم وسيجد إن شاء الله ما يسره. أخيرا دكتور رايد، المشروع هل هنالك خطوات أخرى في المستقبل في السنين القادمة؟ هذا المشروع الذي تقدمه الوزارة، هذه الآن نعيش في المرحلة الأولى، بقي ثلاث مراحل بعد ذلك ستكون في الوزارة ما يتعلق بتحليل هذه الخبرات وهذه النتائج التي أرسلت من قبل الجامعات السعودية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإجراءات النظامية المتعلقة بها، ثم ذلك المرحلة الرابعة تتعلق بتعميمها ومباشرة الجامعات لتنفيذها. رسالتكم في ختام هذا اللقاء دكتور رايد؟ شكري وتقديري لكم وللقناة الإخبارية، وشكري وتقديري لجميع اللجان العاملة في جامعة أم القرى التي أبلت بلاء حسنا متميزا. شكرا للجميع. يعطيك العافية. كرمك الله. نعم إبراهيم، هذا حديث الدكتور رايد العصيمي، عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى وممثل الوزارة في هذا المشروع، كما ذكر الدكتور وذكرنا قبل قليل عن أهمية البحث العلمي وما تريده جامعة أم القرى من أهمية لهذا الموضوع، وهو سبب تقدم الجامعات في العالم ودخولها إلى التصنيف العالمي. جامعة أم القرى كما ذكرت قبل قليل إبراهيم دخلت في العام قبل الماضي
إلى تصنيف إلى من أفضل 500 جامعة حول العالم، والعمل وهذا العام دخلت أكثر أتوقع إلى حاجز أو كسرت حاجز 300 من أفضل 300 جامعة حول العالم. ومع هذا المشروع نتوقع في المستقبل إلى تقدم جامعة أم القرى، وبإذن الله كذلك كافة جامعات المملكة العربية السعودية. نعم إبراهيم، أكيد نحن بانتظار أن ينعكس هذا المشروع أسامة على كل الجامعات السعودية في مجال البحث العلمي كما ذكر ضيفك الكريم. شكرا جزيلا لك أسامة العبيدي مراسل الإخبارية من مكة المكرمة.